السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه فايند دي اي اكس اي اف دوت كوم. الموقع ده مهمته ان هو يجيب لك المعلومات اللي داخل الصورة. ممكن تكون في صورة وما فيهاش، يعني انت مش قادر تعرف تاخد بأني كاميرا ولا عدسة والحاجات ديت. بتاخد الرابط بتاع الصورة وتحطه هنا وتقول له ابدأ افحص لي الصورة ديت، فيبدأ يجيب لك معلومات كاملة عن الصورة وعن صورت امتى وعن السورس بتاعها موجود فين، الكاميرا بتاعتها نوعها ايه، هنا مثلا سوني، نوع الموديل بتاعها دي اس سي اتش 5، العدسة بتاعتها، يعني كل المعلومات اللي يقدر ياخدها من الصورة ديت تجيبها لك هنا. فدي بتأكد اذا كانت دي مصور فعلا حقيقي ولا حد لعب فيها ودخلها مثلا على اي برنامج زي الفوتوشوب او البرنامج الرسام.